فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشرت في الأسواق مسبحة نسائية عدد خرزاتها 500 وتستخدم للتسبيح وذكر الله، والبعض من النساء يستخدمها للزينة، فما حكم استخدام مثل هذه السبحة؟ السبحة فيها إشكال، وبعض العلماء يكرهها، تجنبها، وكونك تسبح بأصابعك أحسن وأفضل. نعم، الرجل والمرأة سواء، تجنبها أحسن بلا شك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.